قبل اي حاجه خلينا بس ننوه، لان امبارح كنا بنقول يعني سياده الرئيس طبعا هنأ النادي الاهلي بالفوز اللي حصل، واعتقد دي كانت لمسه جميله جدا وحاجه اسعدتنا كلنا. في الاول وفي الاخر احنا بنقول ان النادي الاهلي يعني مش بس بيمثل الاهلاويه، قلنا ان هو بيمثل مصر، ولو كان في نادي تاني راح بيمثل مصر في هذه البطوله كنا هنشجعه وكنا هنقول نفس الكلام بالمناسبه، عشان بس ايه الكلام يبقى واضح. فده اسعدنا كلنا، وفعلا مجلس الاداره كمان مجلس اداره الاهلي عبر عن امتنانه الشديد للتهنئه طبعا الرقيقه والمحترمه اللي تلقاها من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني بمناسبه الفوز بدوري ابطال افريقيا وكمان التاهل للمشاركه في كاس العالم للانديه كريم للمره التاسعه في تاريخ النادي. يعني بجد تاريخ بيكتب كل فتره، تاريخ بيكتب جديد للنادي الاهلي وللرياضه المصريه من خلال النادي الاهلي. كمان وجه مجلس الاداره الشكر التحيه لسياده الرئيس ولكل مؤسسات الدوله اللي بتدعم الكيانات الناجحه يعني لرفع اسم مصر عليا في كل المحافل الدوليه اللي بتحصل.